انا بصور. لا طب لا لو ما يضايقكش يعني. يعني تمام؟ اوكي. لا حاجة جميلة انا بقول لك. واللوحات دي ايه؟ اللوحات دي كان عندي رسام زمان. عندي جاليري ورا. هو كان بيرسم بس الجاليري قفل بقى. فاخدت حاجاته. وانت اللي بتشتغل شغل الخشب ده؟ انا اللي بعمل شغل الخشب. ما شاء الله. بس تحس ان في حاجات كتير قديمه. انا كان عندي جاليري فبعرف في الحاجات القديمه. اللمبه الجاز دي. حاجات كتير. التلفزيون اللي بره. بس والورشه هنا يعني اي حاجه تطلب ينفع تتنفذ. بنفذها على طول. ما شاء الله. دي زي دي بس فيها مرايه. لا زي دي لا من غير مرايه. عايز تعمل مرايه نعملها. زي أني. زي دي خطيرة. طب قولي ايه الأسعار؟ يعني قولي ايه الأسعار حاجة زي كده اللي هي دي. بس انت ايه لو انت عندك وقت انا بعمل حاجات بالطلب. احسن حاجه عشان حاجات بتتباع عشان